عليك أن تعرف أن الله سيبعثك، وأنه ما من حركة ولا سكنة، بل ما من لفظة إلا وهي مسجلة عليك، والله عز وجل قد جعل عليك ملائكة يدونون كل حركاتك وسكناتك ولفظاتك وخطراتك وأفكارك كلها، كل شيء مسجل، وتحفظ هذه الصحف التي أنت مليتها أنت، ما الله يحط في صحيفتك شيء ما هو منك أبدا، ولا يظلم ربك أحدا. إلى أن تنتهي أيامك مت، تنتقل إلى العالم الآخر ومعك ملفك، يوم القيامة تبعث. قال عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، أنت اللي أمليت كل ما سويت ترى قدامك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا تتصور أن الله بيحط حسنات الناس لك أو بيحط سيئاتك أنت على الناس، لا، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعلى الجماعة والربع، لا، فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ولذا حينما تعصي أنت ترى أنت تضر نفسك، حينما تنظر في الحرام ترى تملأ عينك من النار، حينما تسمع أغنية ترى تصب في أذنك الرصاص المذاب، حينما تتكلم بالكلمة حرام ربما تهوي بك في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. اضبط نفسك، اقفل أبواب المعاصي على نفسك، لأنها أبواب توردك النار إذا أيقنت بأن الله سيبعثك. واستجب لنداء ربك، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.